السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من موقع نابليوس في تونس نلتقي. اسم الموقع حاليا نابل، ولكن الاسم الأثري نابليوس. تقع نابل شمال مدينة الحمامات بحوالي 7.5 كيلو. الموقع من العصر الروماني، يعني من قبل الميلاد. الموقع عبارة عن مجموعة من أحواض الأسماك اللي كانت بتستخدم في عملية تمليح الأسماك واستخلاص نوع من التوابل اسمه مرق السمك، كان بيستعمل من خلال تجفيف أمعاء السمك والخياشيم، وضعها في الشمس لمدة معينة، ثم يتم استخلاص المرق منها اللي كان بيستخدم كتوابل، وأحيانا كان بيخلط بالنبيذ. وطبعا الموقع فيه دار اسمها دار الحريات، يقال ان هي كانت مدرسة او قصر، ان شاء الله هنتعرف عليها من ضمن هذا الموقع معانا بإذن الله. في الطريق الآن الى احواض الاسماك، وكانت هذه الاحواض مقامة بالقرب من البحر. المنطقة كلها الحقيقة مزروعة بالأشجار والنباتات في منظر بديع أشبه بالغابة، وهيبتدي يظهر أمامنا البحر الآن. طبعا الجزء المغطى هو اللي بيحتوي على أحواض الأسماك والبحر، لأن كانت أحواض الأسماك بالقرب من البحر، ودي المنطقة اللي بتشرق فيها الشمس، يعني الشمس عندي بتشرق ناحية البحر. طبعا عندي هنا لوحة إرشادية بتتكلم على الموقع، ومكتوب فيها بيرجع هذا المركب الصناعي، وكلمة المركب تعني المركز. كلمة المركب في تونس تعني المركز الصناعي، لأن حتى المولات الحديثة بيقولوا عليها المركب التجاري وليس المركز التجاري. طيب، هذا المركب الصناعي بيعود إلى العهد الروماني، وكان معدل إنتاج الموالح والصلصة اللي كان في العصر الروماني اسمها جرم، أو النوع ده اسمه جرم، والمكان بيرجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وبيقال في هذه يعني في هذا الدليل إن لم تكن نابلس وحديها هي اللي كانت مختصة بتمليح هذه الأسماك اللي هي من السردين والتونة، ولكن كانت في بعض الأماكن تختص بها سواحل القبلية. ومعناها السواحل القبلية معناها شواطئ تونس التي تقع في الجنوب، ده المقصود بيه. وقال ان في مجموعة من الاحواض، والاحواض دي ان يعني اثناء الكشف عنها وجدوا فيها بقايا بعض الاسماك موجودة في هذه الاحواض، زي الروس والخياشيم والكلام ده. دي الأحواض اللي كان بيتم فيها عملية تمليح الأسماك. عمق الحوض تقريبا حوالي 2 متر زي ما احنا شايفين. واحنا قلنا أهم أنواع الأسماك كانت أسماك التونة والسردين والبوري، وكانت أسماك التونة بتأتي إلى المنطقة في منطقة البحر دي مرتين في السنة تقريبا، مرة في الخريف ومرة في الربيع. الأحواض دي اللي عثروا فيها على بقايا الأسماك. زي ما احنا شايفين البحر قريب جدا من الموقع، يبعد عنه أمتار قليلة جدا جدا، على أساس إن كان بيستخرج منه السمك ويتم وضعه في الأحواض مباشرة. طبعا التغطية اللي احنا شايفينها دي بالنسبة للأحواض تغطية تعتبر حديثة، السقف من الخشب ومغطى بقراميد من الحديد، وطبعا التغطية معمولة لحماية الموقع وعدم الاقتراب من الأحواض والحفاظ عليه قدر الإمكان، يعني تغطية مع وجود كردون كده زي ما احنا شايفين. في لوحة زيتية محطوطة في الموقع بتبين
شكل احواض الاسماك وقتها او تخيل ليها او تصور ليها هنطلع لها باذن الله. دي لوحة زيتية مرسومة بتبين الحقيقة العمال وهم شغالين في تمليح الأسماك زي ما احنا شايفين كده، اللي بيقلب السمك واللي محضر الملح واللي محمل أصلا السمك وفي واحد بيدق توابل على الطاولة بيدقها في الهون وهكذا. ده منظر تخيلي طبعا. وادي احنا قلنا الاحواض تقسيمتها، ودي الاعمدة اللي موجودة في المكان. يعني انا دي اول مرة اشوف فيها موقع بيحتوي على مجموعة من احواض الاسماك للتمليح، موقع اثري قديم يعني، والحقيقة يستحق الزيارة. في الطريق الآن إلى دار الحوريات. والحقيقة المنظر العام اللي احنا شايفينه ده أو بقايا اللي احنا شايفينها دي بيقال إنها كانت عبارة عن دار كبيرة جدا جدا بتتوسطها مدرسة، أو إن هي عبارة أصلا عن مدرسة لتعليم الفلسفة أو دار رحبة بتضم حوالي 15 أو 20 قاعة. القاعات كلها مبلطة من الفسيفساء، والمساحة الكلية الإجمالية حوالي 1500 متر مربع، وكانت بتحتوي على 20 غرفة، وكان بعضها بيفتح على الطريق المبلط اللي احنا دخلنا من خلاله. كان بيتوسطها كمان حديقة. الحقيقة الفسيفساء بديعة جدا، المنظر الإجمالي رائع. تقسيم الدار بهذا الشكل أو المنطقة كلها بهذا الشكل، حوالين حديقة في المنتصف، وعندي كل الغرف كل الأركان بتفتح عليها، حاجة بصراحة في منتهى الروعة. تبليط القاعات كلها بالفسيفساء واستخدام الأعمدة طبعا، ووجود شبكة تصريف مياه محكمة أو متقنة تحت الطرق وتحت الأرض، حاجة يعني بصراحة يعني عمل فيه إبداع. شايفين ده منظر تاني برضو للفسيفساء. الفسيفساء بتكون عبارة عن قطع صغيرة جدا من الأحجار أو الصدف أو الرخام، وبتجمع مع بعض بطريقة بتدي شكل زخرفي أو بتعبر عن موضوع معين. وكانت بتستخدم من العصور القديمة، من العصور الرومانية، في تغطية الأرضيات وفي تغطية الجدران. والحقيقة أنا مزاجها يعني لسه مازال بقاياها موجود في بعض الأماكن الأثرية، زي المكان اللي هو نابلس اللي فيه ده الحين، والبعض منها محفوظ في المتاحف. كل اللي احنا شايفينه ده من الفسيفساء الحجرية. ممنوع طبعا الدخول او المشي عليها. ولو لاحظنا هنا هو وجود بعض الالوان، زي استخدام مثلا اللون الابيض، اللون الرمادي، اللون الاحمر الطوبي في استخدامهم في الفسيفساء، بالاضافه الى اللون الاصفر البرتقالي. هنا برضو اتخذت اهي معظمها اشكال هندسيه زي الشكل المسمن، وداخله مربع متقاطع زي ما احنا شايفين. وكانت طبعا بتعبر عن احنا قلنا يا اما اشكال زخرفية هندسية ونباتية، او بتعبر عن موضوعات بعينها. زي ما احنا شايفين في الافق كده كمان بقايا بعض الاعمدة اهي. ده مجرى لتصريف المياه وتجميعها في المكان. المياه المستعمله بواسطه المجاري كانوا بيعملوها تحت الطرق وفي المحور غالبا، وكانت المجاري دي اللي هي التحتيه بتبقى مغطاه طبعا، وليها قعر وليها حيطان بتكتم الميه. وكانت المياه المستعمله دي بتوصل لهذا المجرى او المجاري المعموله تحت
اللي معمولة تحت الطرق عن طريق فتحات في حافة الرصيف. النظام ده الحقيقة من الأنظمة القديمة، الأنظمة الرومانية القديمة في تصريف المياه. وبكده نكون ختمنا الجولة في مدينة نابليوس أو مدينة نابل اللي بترجع إلى العصر الروماني، والحقيقة كانت جولة ممتعة جدا جدا، اتعرفنا فيها على أحواض الأسماك وإزاي كانوا بيملحوها في العصر دون، ومرق السمك وكانوا بيستخدموه في إيه، واتعرفنا فيها على دار الحريات وقد إيه التصميم المعماري كان محكم ومتقن. وكده يعني نقول لكم بقى إلى اللقاء إن شاء الله في جولة تانية، في حفظ الله.